تراوح ارتفاعها بين 1 قدم إلى 4 أقدام إن شاء الله، وسرعة الرياح تتراوح خلال الليل ما بين 5 إلى 25 كيلومتر في الساعة. كانت هذه النشرة، كان معكم خبير أرصال جوية عيسى رمضان لمحطات إخبارية. نلتقي غدا إن شاء الله مع تحيات سعاد حسين والمخرج أحمد العتيبي، وإلى اللقاء. وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم الحياة مسرح، ترتفع ستارته القدرية عن قصص الإنسان التي نلعب فيها أدوارنا بلا إرادة بكل إتقان. نرافق قوافل الفضول اللاهثة على أودية المكان، ونبحر بسفن العاطفة عبر أروقة الزمان. يقودنا ربان قلوبنا لتحقيق السعادة قبل فوات الأوان. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير أحمد اليعقوب، ويجسد أدوارها بفن رائع عبير الجودي وصادق الدبيس، وينفذ خطوط أحداثها فتح القطان. روايات الحياة يقتنص من تراث الأدب الروائي خيالها ليرسم بريشة الإبداع ملامح عالمها. مخرج الروايات في أبدع صورها صاحب خليفة.